من هذا الطريق الحق. إذا كان إذا رأيت أن حق من أجل خطأ أحد المسلمين، أنا لا أدعوك إلى المسلمين، أدعوك إلى الإسلام. وقال لي صحيح، بس ولو أنا اتخذت قرار بأن، قلت بس أك سؤال سؤال يعني حتى تكون منطقية عشان تعرف أن القرار والقاعدة اللي بنيت عليها خاطئة. قلت له لأخوك، لك أخو ثاني؟ قال لي. قلت له جاء واحد نصراني وقتله. ها صدق النصرانية عشان واحد قد عشان وش الدين عقيدة أنت قاعد تحملها عشان تصرفات الناس تغير دينك؟ لا، أنت ابحث عن الدين الحق واسلك. قال لي صح. سبحان الله، وفقنا جل وعلا أن أقود إلى هذا الحوار. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.